كنقول المسيحية وأنا كنعتقد بالمسيحية، ما كنقولش المسيحية خطأ، لأن بما أعتقده هنا لقيت شنو بغيت. بحال كنقول المسيحية جاوبتني على الأسئلة التشكيكية اللي كانت عندي من قبل، الأسئلة اللي ما لقيتهاش في النصوص الدينية، سواء كانت إسلامية أو ما يسمى أو المدعوة بالإبراهيمية أو المدعوة بالديانات الاجتماعية. ماشي كنامن بالمسيحيه حيت كتعجبني، لا، اليوم انا كنامن بالمسيحيه حيت هي الحق، ها، بالنسبه لي الحق فردي، ماشي كنامن بها حيت عجبتني. المساله ديال الايمان ما عندهاش علاقه بشحال قريتي، ما عندهاش علاقه بالسن ديالك، ما عندهاش علاقه بالنهج ديال الحياه ديالك، هو اختيارات. بل اخطر من ذلك، ان الانسان هو الذي يصنع تاريخه، الانسان هو اللي يصنع التاريخ ديالو ماشي الله. الانسان هو الذي يخلق مقدسه ومجتمعه وتاريخه وبيئته وكل شيء، كل شيء راجع للانسان. ولكن اللي كيصبح مقدس الخطا اللي كدير شنو هو؟ انك كتفرضوا على الناس اللي معك او المحيط ديالك، فهنا كيولي صراع وتشنج. لحسن الحظ انني فاش غيرت ما يسمى بتغيير الدين بين قوسين، ان هذاك التشنجات كانت بسيطه، حكيت لك الامر كانت بسيطه ماشي كثيره، لعاملين. العامل الاول هو الاستقلال الذاتي، باقي ما مزوجش ولكن عندي استقلال على الاسره ديالي هذاك الطراو هذا. ثانيا على الثقه ديال المحيط ديالي فيا، يعني ماشي ولا لا، انا باقي كنعقل على الام ديالي، هي توفات 2015 ولكن باقي كنعقل اش كانت كتقول لي. امن باش ما بغيتي غير ما تقولهاش، ان الام ديالي ماتت ماشي مسلمه وماشي مسيحيه. الاب ديالي مسلم ولكن مسلم اجتماعي، كيقول لك انا المهم كندير الخير، كنحب الناس، كندير هذه كندير هذه، كان كيهمنيش تمشي عند الله وغادي يحس. ولكن اللي كتسولو واش انت شنو، كيقول لك انا مسلم. كاين واحد الخطا امني وقع بعد 2010، ان الامن خداو لي البيبليوتيك ديالي والدار بسبب الاخ ديالي، لانه كان فشي كنيسه رسميه وهذا، والامن جا خداها تم اعتقال الاخ ديالي والصديق صديق ديالي. من بعد تم الاستنطاق ديالي الهويه الدينيه، تكلمت على الهوية ديالي وهذا هو سنطاق، هما كيسميو سنطاق الأخوة ولكن هو سنطاق. ومن بعد داروا التقريرات ديالهم وهذا وخليا سبيلي، ولكن اللي بقى فيه الحال على جوج ديال الحوايج، كيف هذه مؤسسة أمنية ما تاخذ لك البيبليوتيك ديالك من بعد 15 يوم حتى كتمشي عندهم وهذا وكيبقاو يلعبوا بك، عاد باش كتاخذها. انا في ولاية الاب ديال الصدق، هذا هو المسار اللي كان صعيب. اللي كنرجع للدار كنتسائل مرة أخرى، ولكن ماشي بالعقل المسيحي، بالعقل ديال واحد المواطن مغربي. علاش كيوقع ليا هذا الشيء؟ أنا مالي في هاد المشاكل؟ ها؟ واش انا شنو درت؟ شنو ذنبي؟ عرفتي في الامن اش قالوا لي؟ قالوا لي بعد غير من الطلبه من الجامعه ودير اللي بغيتي. كانوا ناس مسيحيين وناس راه تشدوا في الحبس، ما يمكنش. كيجي عندي واحد يقول لك انا ضربت 6 شهور، انا قلت للقاضي راني كنامن بالمسيح هذه دابا 6 سنين، عطاني 6 شهور كل عام شهر 73. كان جاي الناس كانوا مسجونين، كان جاي الناس انهم تعذبوا، كان جاي الناس انهم كنلقاهم طلقوا، كان جاي الناس كنديهم انا مشاري من الارث ديالهم،
كان تجي عند ولاد وبنات خايفين انهم يقولوا انني انا مسيحي وانا كنعتقد في حتى انا كاين بعض الناس منهم ما كيتكلموش يقول لي فاش كنت كنتكلم على حريه المعتقد ما كنتش كنتكلم على عبادات لان ملي كتكون حريه المعتقد كتكون حريه العباده انطلاقا من حريه المعتقد كتولي حريه العباده اش كيولي كيولي عندنا ان كنمشيو للكنائس رسميه يعني كتولي عندنا كنائس وطنيه رسميه كتولي عندنا الزيجاج ديالنا ما يسمى بالزواج او عقد القران ولا المسيح كيولي بيبليك كيوليش هذاك الشيء مخفي ماشي الناس يمشيو يتزوجوا في فرنسا ولا في اسبانيا فهمتي ولا لا ويديروا ويجيو هنا المغرب ويديروا عقد اسلامي هو ماشي مسلم والو ويدير عقد اسلامي ثالث حاجه الابناء اللي كانوا ابناء يتسموا بالاسماء التي يرتديها اباء او اولياء هؤلاء الاطفال رابع حاجه هو التعليم هو التعليم لا يكون دينيا قدروا نقريو الاطفال الديانات ثقافات وكما علموهمش الدين قراوهمش الدين قراوهم الديانات كاين حتى في اوروبا كاين في الدول العلمانيه والدول الغربيه اللي احترمنا راسها خامس حاجه هو الموت اللي كيتوقع الوفاه ما خاصش المسيحي او المسيحيه يتدفنوا في مقابر اسلاميه وكاين شي اللي كيوقع هادو هذا الشيء في الغالب هو اللي كيوقع وبعض الحالات انك تدفن يا اما خارج المغرب او كتاخذ رخصه انك تدفنها وهذا ما كيكونش هذاك الشيء ديال العزو هذا الشيء كتمشي كتدفنها وصافي